لو تحب يوصلك فيديوهاتنا ودروسنا أول بأول من غير ما تتعب نفسك وتدخل تدور عليهم على القناة، اضغط على سبسكرايب أو اشتراك هيوصلك إشعار أول ما نضيف فيديو جديد. بتمنى لكم جميعا التوفيق والاستمتاع بالدرس. Also ich bin eigentlich unpolitisches, weil ich mache immer nur Wissenschaft, finde ich viel interessanter als Politik. Aber im Moment haben wir ja alle total Angst, dass wir von Flüchtlingen überschwemmt werden. Es gibt ja massenweise Wasserbilder, die überschwemmen uns in Scharen und es ist total gefährlich und man hat das nicht unter Kontrolle und es strömt über uns hinweg. Und was ich dann immer mit den Leuten mache, ist, dass man mal kurz überlegt, wie viele sind das eigentlich? Ja? Und es sind jetzt 1 Million Flüchtlinge. Letztes Jahr gekommen und wir sind 80 Millionen Menschen, also ein 80stel. Und was ich dann mache, ich frage dann, wie viele Leute habt ihr hier, die hier rumsitzen? 120. Ungefähr. 120? Okay, dann sind das, wenn ich mal kurz unanständig hier rüberklettern darf. So, wenn Sie mal ganz kurz aufstehen würden, ja, und nehmen wir einfach mal zwei, weil vielleicht kommen ja ein paar Flüchtlinge, von denen wir nichts wissen. Und man muss sich mal gerade klar machen, diese beiden Menschen sind die Flüchtlinge, die Anzahl der Flüchtlinge, wenn wir ganz Deutschland wären. Und wenn man jetzt noch aufsteht und bereit ist zu sagen, diese wenigen Menschen überfluten die Kultur dieses Studios, dann muss man ein Problem haben. Also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt anfangt und seid auf einmal Metal-Fans, würden wir auf einmal alle Metal hören? Ja? Oder ihr glaubt an die Zahnfee, würden wir unseren christlichen Glauben aufhören? Nein, es ist einfach, ganz ehrlich, überhaupt kein Problem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan bikum jami'an fi darsina al-88. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة معانا درس هيفسر حاجات كتيرة ناس سألت فيها، هيفسر تكوينات في الجملة، أجزاء من الجملة ما كانتش مفهومة. الدرس مش معقد خالص، ولكن لو ما حدش يعرفه كان ممكن يغلط فيه أو يسيء فهم الجزء ده في الجملة اللي موجودة قدامه. والتفسير بمنتهى البساطة هو أمر سهل جدا، وهو البدل أو الأبوزيتسيون. البدل هو البدل اللي درسناه في المدرسة، ما كناش فاهمينه، هو برضو نفسه اللي موجود في اللغة العربية. يعني ايه البدل؟ يعني البدل ان انا بجيب حاجة، معلومة بتشرح اسم او بتعود على شخص او شيء ذكر بحيث توضحه اكتر، وبعد كده بكمل كلامي عادي. يعني ايه؟ عشان تفهم اكتر يلا نبدأ بالامثلة. شوف المثال معايا، على فكرة الامثلة دي من نويا جلبة، كتاب جميل جدا في القواعد ونصحنا بكتير. بص المثال الاولاني، فريدريش ايبرت. انا قلت لك دلوقتي فريدريش ايبرت، انا ممكن اكمل اقول لك فريدريش ايبرت war ein überzeugter Sozialdemokrat. انتهى الموضوع. طب انت عايز تعرف مين هو فريدريش ايبرت؟ هيجي بقى البدل. وهيجي فين؟ هيجي بعد فريدريش ايبرت. فهقول لك فريدريش ايبرت كوما، ما تنساش، واقول لك der erste Präsident der Weimarer Republik. وكمل بعد كده جملتي war ein überzeugter Sozialdemokrat. الناس تقول لك طب ده كله بوزيسيون 1، ما هو البدل هيجي مع المستبدل كلهم كده في بوزيسيون. يعني عامله كده زي الغلاتيف ذاتس لو تفتكر. فاكر لما كنت اقول لك مثلا في الغلاتيف ذاتس der Mann der bei uns wohnt kommt morgen. ما هو der Mann der bei uns wohnt دي كلها كده، يعني الغلاتيف ذاتس جت بعد البوزيسيون 1، فانت لو حذفتها هتلاقي ان الجمله der Mann كومت مورجن، انتهى الموضوع. هتلاقي انها جمله فيها البوزيشن عاديه جدا، بس الغلاتيف ساتس جت في الوسط والبدل بيعمل زيها. البدل جه بعد المستبدل منه. في حاجه انت واخد بالك مكتوب فيهم ايه؟ مكتوب فوق فريدريش ايبرت نوميناتيف. ليه؟ فريدريش ايبرت فا، يبقى هو النوميناتيف. طب وعندك دلوقتي der erste Präsident der Weimarer Republik. طب دي بقى نوميناتيف ليه؟ ده دي مش جمله. انا ما عنديش فعل في الجمله. ما هو الابوزيسيون بياخد نفس الكازوس بتاعه المستبدل. يعني انت طالما فريدريش ايبرت جه عندك نوميناتيف، هتجيب ده ارست بريزيدنت برضه نوميناتيف. دي تعرفها كده، البدل بياخد دايما نفس الحاله الاعرابيه للمستبدل. شوف المثال اللي جاي، ده ارست بريزيدنت ده فايمارا ريبوبليك. دلوقتي عندك هنا فايمارا ريبوبليك اعرابها ايه؟ جينيتيف طبعا، رئيس او الرئيس لجمهوريه فايمر. يعني هنا هي مضاف اليها، يبقى بالتالي فايمر هنا او ده فايمر ريبوبليك بمعنى اصح جيناتيف. عايز اجيب لها بقى بدل، عايز اجيب لها ابوزيشن هنا. بص، ديس ersten demokratischen staates in der deutschen geschichte war friedrich ebert. الجمله اصلا كانت ايه؟ der erste präsident der weimarer republik war friedrich ebert.
فانت عايز تفهم دلوقتي ايه هي جمهوريه فايمر، فيجي لك البدل بمعلومات موضحه، فيقول لك ديس ارستن ديموكراتيشن شتاتس ان ذا دويتشن جيشيشت، هي اول جمهوريه ديمقراطيه في التاريخ الالماني. انت شفت دلوقتي ان ده جينيتيف يبقى ده جينيتيف، ده نوميناتيف يبقى ده نوميناتيف على طول كده. بص المثال اللي جاي كمان لطيف، ان ذا بوندس ريبوبليك دويتشلاند، في الجمهوريه الاتحاديه الالمانيه. الجمله لو هتكملها من غير ابوزيشن هتبقى جيلتن دي ام جونجزت فيست جليكت مغشت ده بيرجر، ده كان انت كملت الجمله عادي جدا. الناس بقى عايزه تعرف ايه هي البوندس ريبوبليك دويتشلاند. انا ممكن اعملها بغلاتيف ساتس، بس البدل بيجيب لك مش جمله يعني مش هحتاج لها فعل. فبص المنظر بقى ايه كده، دي ام زفايتن ديموكراتيشن شتات ان ذا دويتشن جيشيشت. بس كده الناس فهمت، كان الناس اللي معاك فهمت عن طريق الابوزيشن دي، فهمت ايه هي الديه بوندس ريبوبليك دويتشلاند، الديه بوندس ريبوبليك دويتشلاند. الناس فهمت بمنتهى البساطه واتحلت كده الازمه. ده داتيف هيبقى داتيف، نوميناتيف نوميناتيف، عندك مثال في الاخر جابوا لك اكوزاتيف. فور دم بوندستاج داس بارلامنت ديه بوندس ريبوبليك زند دي ارتيكل ديس جرونجزتس بيندند. فهمت؟ تعالى نقرا حبه معلومات كاتبها الكتاب على جزئيه الابوزيشن، وبكده يبقى خلاص. هو مش قاعده معقده خالص، ولكن اتفسر لك حاجات كتير، وفي في الاخر تركايه مهمه على موضوع التاريخ والزمن هنتكلم فيها. بيقول لك ابوزيشن زين اكليرن ده انفورماسيون سو اينم نومن، كلام واضح مش محتاج اي تعليم. زي شتين ام الجماين هينتا ايم اون زين ان كوماس انجشلوس، دي مهمه قوي تكون عارفها. زين ان كوماس انجشلوسن يعني ايه؟ يعني في كوما قبلها وفي كوما بعدها، ما تنساش دي. لو ما حطيتش الكوماس يبقى انت بوظت البوزيشن، لان كده هتعتبر كجزء من الجمله الاصليه ودي مشكله. طيب نمره 2، ابوزيشن زين ساتس جليدا دي ايما ايما ام جلايشن كازوس في داس نومن شتين، دايما بيكون نفس الحاله العربيه زي النومن. اوف داس زي زيش بتسين، لاي اسم؟ للاسم اللي هي عايده عليه. زي بيلن تزامن من دم نومن اين اينهايت، وبتكون هي والنومن كده على بعض اين اينهايت وحده واحده. وطبعا انا بشرح لاني متوقع يعني الناس اللي قدام ممكن مش متوقع او متعود، الناس اللي قدام ممكن تكون اينس ات سفاي، لكن انتوا كبيت سفاي طبعا الكلام ده بالنسبه لك سهل جدا تفهمه، وعشان كده بننصح بالكتاب ده لانه بيكلمك كانه مدرس. اوخ مغغا ابوزيشن زينت نوجلش، بيقول لك ان ممكن يكون عندك اكتر من ابوزيشن في الجمله بتاعتك. ازاي؟ بص كده المثال ده، كارل ده فنفتا دويتشا كايزا، ده كده الابوزيشن الاولاني، كونيج فون سبانيان ملك اسبانيا، الابوزيشن الثاني هيرشر يوبر دي امريكانيشن كولونين، ده كده الابوزيشن الثالث، تايلتا فور زاينا ابدانكونج زاين فيلت رايش. بس كده انتهت كده الجمله. شفت كام ابوزيشن؟ اكمل لك ثلاثه، كل ده عايد على ايه؟ عايد على كارل ده فنفتا. بص بقى رقم ثلاثه، بيقول لك ابوزيشن ناخ الس. يعني ايه بقى ابوزيشن ناخ الس؟ لغايه اللحظه دي احنا كنا بنقول لك ان الس هو حرف جر واللي بعده مجرور، هو على فكره هو يعني منطقيا برضه هو صح وفي كتب بتشرحها كده، ولكن ده يعتبر مقام ابوزيشن. فبيقول لك الابوزيشن اللي بيجي بعد الس كونن اوخ جيترنت فون ايرم زوجيهيرجن نومن شتين. يعني ايه؟ تكون منفصل عنه ازاي؟ بص المثال، الس فيجيتاريا اسا ايش كاين فلايش، فين ايش بعد اسا؟ فين الس فيجيتاريا قبل اسا؟ كده انفصل، كده جه فعل في الوسط، يبقى كده ابوزيشن منفصل. يعني ايش الس فيجيتاريا اسا كاين فلايش، كده او كده تقدر تقولها دي او تقولها دي، هي ابوزيشن لايش. Der Papst wandelte sich als Oberhaupt der katholischen Kirche mahnend an alle Regierenden. يعني ايه؟ يعني der Papst als Oberhaupt. في الجملة الأولى كانت der Papst وبعد كده جه wandelte sich وبعد كده جه الابوزيشن als Oberhaupt. لكن في الجملة الثانية ورالك انك ممكن تجيبها برضو مدمجة، قال لك der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche wandelte sich mahnend an alle Regierenden. أعتقد فهمت، يعني بيقول لك ان als تقدر تفصل. في بقى مش كده، ودي النقطة اللي جاية. dagegen stehen Appositionen nach wie، يعني على العكس الابوزيشن مع في تو اكليرونج دوش اين بايشبيل، مثلا بتدي امثله، انت عايز تدي مثال على شيء من اجل التوضيح فبتجيب ابوزيشن مع في. مايستنس ديركت هينتا ديم زوجيهيرجن نومن، غالبا بتكون مباشره بعد الاسم اللي هي عايده عليه. ازاي؟ بص المثال، مانشا زوجاتيره في تو بايشبيل فالا اند روبن
ليبن ان فاسا. يبقى انت كده البوزيسيون بتاعك اللي هو في تسوم باي سبيل فالا اون روبن داجي فين مباشره بعد زوجة تيغا. تقدر تفسره؟ تقدر، ولكن شبه نادر. وبيقول لك ان مايستنز هتيجي بعدها ديريكت على طول. وفي حاجه برضه الناس في فيتس فاي بتسال اسئله وجوديه كتير، عارف انت يعني تحس كده اسئله يعني طالب ملحد، عارف انت الاسئله الوجوديه دي. يا جماعه في حاجه في مرحله البيتس فاي هيظهر لك مفهوم جديد في اللغه، وهو ايه؟ ايه اللي يفضل يقال ويفضل لا؟ يعني ايه الافضل انه يتقال وايه الافضل لا؟ ايه اللي الالمان بيقولوه؟ لان انت بتيجي بقى في مرحله بيبقى عندك فارياتيون كتير قوي في موضوع الكلام وفي موضوع الكتابه، عندك بدائل تقدر تشتغل عليها، فالجأ دايما للي الالمان بيستخدموه. من الا اينز للبي اينز انت عندك شبه قواعد ثابته، 1 2 3 ده صح ده غلط. لكن بعد كده لا، بتيجي بقى جزئيه اللي الافضليه، الالمان بيقولوا ايه افضل. طيب ونيجي بقى للنقطه الاخيره اللي هي الداتومز اند فيربن، ايضاحات الزمن او التواريخ، ان يكون عندك تاريخ. ازاي؟ زي المثال الاولاني هويتا است فرايتاك، النهارده الجمعه، عايز اعمل بدل الجمعه، اقول لك التاريخ ده اللي يعود على الجمعه ايه؟ ديات غايتسينتا اكتوبر، بس كده. يبقى ديات غايتسينتا اكتوبر ده ابوزيشن طبعا لفرايتاك. المثال الثاني في هابن هويتا فرايتاك دين 13 اكتوبر. ليه؟ لان فرايتاك جت هنا اكوزاتيف، فبالتالي طبعا الابوزيشن لازم يجي برضه هو كمان اكوزاتيف دين 13 اكتوبر. اللي جايه بقى هي التركيه اللي قلت لك انتظر معايا عشان دي عليها اسئله كتير جدا. ايش كما ام فرايتاك، هنا بقى الكازوس بتاعت فرايتاك ايه؟ داتيف ام ان ديم، ديم اودر دين 13 اكتوبر. ايه بقى ديم اودر دين؟ طب ليه الابوزيشن ممكن يجي دين هنا؟ ما هو طالما ان انا بعوض عن حاجه ديم يبقى الابوزيشن لازم تيجي برضو داتيف. ليه بقى تيجي هنا ممكن تيجي دين؟ في حاله الداتومز ان جابن ده الاستثناء الوحيد، في حاله الداتومز ان جابن ده الاستثناء الوحيد الابوزيشن انها ممكن تيجي اكوزاتيف او تيجي داتيف. ده عادي جدا، ودي ملحوظه اللي ناس كده ما تعرفهاش، فما يعرفش ان ده ابوزيشن ويقول لك طب هي انا ليه قلت ديم هنا او ليه قلت دين. بمنتهى البساطه لان انت بتعمل ابوزيشن على تاريخ، على يوم، على زمن. ركز قوي في النقطه دي. بكده يكون خلص الابوزيشن. اعتقد ان شاء الله ما كانش جزء معقد، يعني قواعد سهله بتاعت البيتس فاي. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس يا ريت تعمل له شير، تعمل له لايك، بحيث ان شاء الله الناس يقدر يوصلها الفيديو، لان عن طريق مشاركتك على الفيديوهات بيتم ترشيحها لناس تانية بعد مشاهده فيديوهات تانية. انا ما كنتش اعرف الموضوع ده، ولكن فعلا طلع كده. الفيديو اللي عليه مشاهدات كتير او اللي عليه لايكس كتير، فبالتالي بيظهر للناس على القناه في مثلا يعني في حاجات كده زي الريكومنديشنز كده ممكن يشوفوها، فبيجاوب اسئله ناس قبل ما تطرح علينا او تتبعت لنا على الموقع كمان. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت من درسنا النهارده، وبتمنى لكم جميعا التوفيق. والناس اللي بتمتحن البيتس فاي شهاده مهمه هتدخلك لعالم العمل في المانيا ان شاء الله. بالتوفيق ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.